سألتك السؤال ده ليه؟ انت الحقيقه طبعا هتبقى فاهم، انت عايش في اوروبا كمان شويه وانت بتتكلم فني جدا، لكن انا لو بكلم المنتخبات اللي قدامي انا عامل بالاسباب، لاعب في افضل انديه في العالم، محترفيني جايب افضل محترفين عندي، ولو جبت لك السكواد حاجه رهيبه. كل الفرق اللي لعبناها، مفيش فرقه من الاربع فرق اللي لعبناها الاخرانيين غير ما فرقتهم كلها محترفين بكام، 20 20 لعيب على الاقل، في اقوى الانديه ليفل ايه. ورغم ذلك انا متخيل هو بيبص لمصر، المنتخب اللي ممكن يكون قيمته التسويقيه مثلا اقل، او اللي عامل ثقه اللي هو محمد صلاح في القيمه التسويقيه العاليه، والانديه ممكن تكون انديه معظمها محليه، ورغم ذلك المنتخب ده بيعرف يكسب يا جماعه. يعني انت واخد بالاسباب، واخد بالخطط، واخد بافضل مدرب عالمي، لعيبه على مستوى عالي، ده في لعيبه واخده افضل لعيبه في العالم، ورغم ذلك المنتخب المصري ليه تركيبه خاصه. على فكره اليو السيسي مدير الفني لمنتخب السنغال قال كلام في غايه الاهميه. قال المنتخب المصري من كتر يعني هو المنتخب العربي الاكثر افريقيه. كلمه هنا معناها ان هو عشان اللعيبه متعايشه متمارس اكثر، في افريقيا، متمارس في افريقيا، الاجواء، الملاعب، عشان كده هو عارف هو واقف هنا ليه، وبيعرف يتعامل مع اي جو. فده اكيد مخلي الناس تفكر بشكل بقى مختلف، الموضوع بقى ما بيبقاش ورقه وقلم وفنيات بس، انا قابل بقى الروح دي ازاي؟ قابل الجدعانه دي ازاي؟ قابل الناس اللي موتة نفسها ازاي؟ والاصرار ازاي؟ اهو يمكن اليو السيسي مدير الفني لمنتخب السنغال في مؤتمر هو صحفي محترم، بيتسال. محترم مصر جدا، هو محترم مصر جدا، وعارف ان ماتش بالنسبه له صعب، وكسبت فرق، خلي بالك انت اصعب اصعب طريق مسار انت خدته كفرق، كمنتخبات وكتوقيتات للعب كمان. يعني انت النهارده لعبت ثلاث ماتش، بتلعب ماتش زياده يعتبر 120 دقيقه في ثلاث ماتشات، والنهارده انت لعبت يوم الخميس ومحضر عندك جمعه وسبت تمرين خفيف وهتلعب الحد. يعني النهارده الكاميرون نازله بحوالي خمسه لعيبه مش اساسيين، ليه؟ لانهم عندهم يوم واحد تحضير بس، انا نازل شوط تاني عرف يرجع وعرف يتعادل وعرف يكسب الماتش. فانت في الاخر نوع التحضير ده برده بيبقى مهم جدا، ما عندكش وقت للتحضير، ما عندكش وقت تقرا فرقه السنغال، لازم الراجل محلل الاداء ده يبقى قاعد مثلا 24 ساعه بيشتغل عشان يجيب المشاكل اللي عندهم ويجيب نقاط القوه والضعف والكلام ده كله. فانت في الاخر التحضير في اوقات خلاص بقى. انا سمعت حتى كابتن وائل جمعه بيقول لك النهارده انسى التعب وانسى كل حاجه، انت هو ماتش بالنسبه لك النهائي، لو انت تعبان هتدوس على نفسك، هو ده اللي بيكسب في الاخر. ايوه مش هو ده، مش الحاجات الفنيه في الاخر، انت ممكن تقعد تدرس وتقعد تتكلم وتقعد وتقعد وتقعد، بس هتنفذ الكلام ده ازاي؟ هو ده الموضوع. وتفتكر يا مجدي في فنيات جديده مثلا متفاجئين، الفرقتين مش حافظين بعض، في بكره كلام جديد ممكن يتقال فنيا؟ يعني مثلا كروش مش موجود بكره، طب هتبقى الحسبه ازاي؟ هيبقى هنا كلام فني اكتر ولا بكره العامل الايه؟ لا انا اعتقد الماتشات دي بتبقى محتاجه العامل الذهني وعامل الروح، دي ماتشات النهائي دي بالذات، انت ممكن ما تتكلمش اصلا، ما تعملش محاضره، وتلاقي اللعيبه نفسها نازله لوحدها متحفزه كويس، عارفه انت هتموت على الجون، هتموت على اللي انت تجيب جون ومثلا تقفل عليه، كل الكلام ده كله مش بحتاج كلام، خلاص انت ممكن تحتاج كلام ده في وسط البطوله. لكن ماتش زي النهائي ده اعتقد الكلام الفني بيبقى قليل جدا، فيه التحفيز اكتر اكتر يعني.